السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم راح أعرض لكم تجربتي في التسوق من موقع شيئين، فخليكم معي عشان نتعرف إيش اللي أنا أخذته وتقييمي للمنتجات. راح ندى ده للتلج، لقطع التلج. طبعا القطعة طويلة تيجي كده وده شكل ده الغطاء، مش عارفة ليه فيه. طبعا طلبت هذه الورد لكن للأسف شديد أول ما فتحتها وقعت، ويعني ماتريال سيء جدا، كمان غير مثبتة في القاعدة هذه، يعني بلاستيك جودتها سيئة قوي. وطلبت هذا الصحن، هو صحن صغير بس شكله جميل، بس طريقة تغليفه كويسة عجبني. وطلبت كمان هذا عشان الكريمة والتزيين، لكن للأسف ما حبيت جودته. يعني ده ماشي حاله، مع ست أقماع أو ما أعرفش عددهم بالضبط لكن على ما أعتقد هم صغيرين، معهم كمان القطعة هذه. بالنسبة للمطبخ كمان طلبت هذه القطعة بس شكلها سيء قوي، للأسف شديد طلعت سيئة، مش ده اللي كان في بالي ولا ده اللي كنت عايزاه. شايفين من هنا ومن هنا عليها بعض الكدمات نتيجة الشحن. كمان طلبت هذا للحلويات والشوكولات، فيها ثلاث أشكال أربع أشكال بس للأسف صغيرة ما هي من كبيرة. بالنسبة للمطبخ فبنمر للملابس ونشوف، دي أول قطعة معانا، دي بس للأسف شوية واسعة. بالنسبة للتوب
التوب سيء قوي، مش مريح، مش مريح، سيء للغاية. القطعة ديت للأسف الشديد شفافة جدا، شفافة كمان، التوب سيء للغاية، واللون باهث مش زي صورة في الموقع أبدا. بالنسبة للسايز فهو S، لكن للأسف الشديد غير الصورة تماما. والصدمة الكبيرة هي التوب بتاعها فهو سيء. طبعا بالنسبة للخياطة فأحيانا بتلاقي خيوط طالعة كده، الجاكيت ده كان سعره حوالي 50 ريال، بس للأسف الشديد بالنسبة للجاكيت ده كان سعره 50 ريال، بس للأسف يعني شايفين معايا ده مش جاكيت، ده طلع تعبان جدا، الخامة سيئة، وكمان ما هو مبطن ولا أي شيء. سيء للغاية. يعني بالمقارنة مع سعره فسعره كان عالي، بس جودته مرة سيئة، ما عجبني للأسف. كذلك قميص أو بلوزة يعني لونها أصفر، كانت في الموقع يعني عليها، يعني كان منظرها حلو في الموقع، بس للأسف الشديد فهي طلعت شفافة، والتوب يعني مش للدرجة اللي ممكن نقول عليه واو، سيئة يعني مش، بس للأسف ما هي عجباني أبدا. كمان أنا طلبت إس وأرسلوا لي إم، ودي كمان بلوزة، أرسلوا لي مقاس كبير، ما أعرف مع إنها إس بس للأسف بتبان إنها كبيرة، على ما أعتقد إن دي القصة بتاعتها، بس كذلك يعني التوب بتاعها جودته سيئة ومش كويسة. طبعا حتى الخياطة وطريقة الخياطة بتاعتها مش عجباني، يعني فيها هذا الديتاي، الحركة هذه من هنا، أخذت كمان بلوزة من غير أكمام عليها رسمة الفهد أو جلد الفهد، يعني توبها كده مالس، يعني كمان أرسلوا لي إم، أنا طلبة إس، يعني عليها حركات من الإيد، فضل معانا 3 قطع بس. ده بنطلون كان نفسي فيه من فترة كبيرة، بيبان على الموديلز.
بالنسبة للبنطلون ده فأنا كان نفسي فيه من زمان، من فترة طويلة، أني أشتري هذا البنطلون، يمكن لأني كنت بشوفه في الموقع على المودلز، فكان بيجيني أنه جميل، بس للأسف الشديد لونه سيء، وكمان التوب بتاعه سيء وخفيف جدا، يعني نوعا ما خفيف، يمكن التصميم كان يعني زي اللي في الصورة، لكن للأسف حتى الخياطة فهي جودتها تعبانة. فضل معانا بس قطعتين القطعة ديت عبارة عن بنطلون أسود، وهذه هي الحاجة الوحيدة اللي عجبتني في كل الطلبية، القطعة الأسود ده، البنطلون الأسود، هو تقريبا شبه تصميم البنطلون اللي قبله، يعني عجبني قوي، تفاصيله جميلة، كمان بالنسبة للسايز مناسب، وحتى التوب بتاعه نوعا ما تقيل ومناسب، كذلك الخياطة، يعني ده من يعني ممكن نقول ده أفضل شيء طلبته لحد الساعة. ودي آخر قطعة معايا، هي كمان بلوزة من غير أكمام، كان لونها في الموقع يجنن، بس للأسف الشديد على الواقع فهي سيئة للغاية. بالنسبة للتوب فهو توب سيء سيء للغاية، وكمان يعني كمان اللون باهت. سعيد على المتابعين، وكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك اللي لسه ما اشتركش والتعليق، ويريد تقولوا لي أي قطعة من القطع اللي أنا أخذتها نالت إعجابكم. أتمنى لكم أوقات سعيدة، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.